نروح على حال يا اخي من الجلزون، مكان الجلزون ولا ترسبو حي ما اعرف شي حي سامه ولا، المهم الحي معهم بالكميه ان شاء الله تطلع مش سامه. قررنا نوصل المستشفى. المشكله انا بقول الحي مبرد القرص الولد لانه الدنيا سكعه، لكن عقرب احنا في الطريق مبرد مسكين، تعرف الجو برد حراره الجو نازل، هذا العقرب البني ولا زي يا عقرب جاب الفلته من المستشفى. جمال معنا. انت ابو ايش انت؟ ابو حمزه انت وين؟ في البحريني ولا وين؟ عند الكافتيريا تبعت القهوه؟ يلا خليك سوا. اللي جوا المستشفى. يلا هنا عندك، وين انت؟ هاي استنى ابراهيم ظبط. يلا لحظة ثواني بدي اصوف. خفش. لا لا مش احكي شيء عنك قدام الولاد، خفش تعال انزل ابراهيم، انزل انزل نزل. العقرب هي سامه، اه حي فلسطين. بس تخفش كيف ماسكها الولد؟ خرجت في رجله انا بديش خبط عليها. شو بك يا بس؟ يلعب فيها ولا شيء. عتسك على الجو. طيب بتخافش بسيطة، في مصر مضاد جابوه امبارح. طيب بدي ارن على هات هات وين تلفوني؟ هات هات محمد كزبر اعطيني تلفوني ارن على الواحد صاحبنا يعني. شو بدك تقول للدكتور؟ عرف انه حي فلسطين؟ لا يا زلمة خافش 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 يا زلمة. رن على يا ناس مش شرط انك تكبر الحي وزغر الحي. خافش يا زلمه خافش، لها علاج. قبل اسبوعين مسكنا حي عطار ركه زمان اليوم يوم بحجيب عشان قوم له هيك اليوم بحجيب قوم له هيك قبل فتره. هاي وين في الجلزون؟ في المخيم جوا على طرف الجلزون. اه يعني ما تفهم الجلزون. ها بدي ارن عليك انك قاعد بتخوف. جبش دي البلد نسيت. ايه انا ببدا مش باخذ لنا بس انا بروح بسيط جنب بعيدا عن الناس. ايش يعني انه هذا الفرق شغل السنه هذي سنتين؟ اه بس صغير عندي واحد شغل اسبوع لسه. اسبوع بكره نفس الشيء. هات 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 العقرب. ابو حميد شو اخبارك؟ وين انت؟ خذ خذ وطب العلبة روح. وينك؟ على البلد. انت وين؟ بالمستشفى؟ طيب اسمع، انا عند هالزلمة قرص ابنه حي فلسطين بس بدنا نفوت. اه بدنا نفوت نقول للدكتور شو الحي. على البحريني. اه اه كيف شكله الدكتور اللي جوا؟ سمراني ولا بيضاني؟ سمراني. طيب ماشي يعني في واحد خليني اشوف. يلا كانت هاي هاي المنتبه. طيب ماشي حكيت سؤال وين راح؟ وين ابو الولد؟ انا ابو ابوه. صلي على النبي. هسه الدكتور بيعرف ان حي فلسطين، بلاش افوت انا. بعرف ايش؟ شو قال لك؟ قال لك اتصل؟ اه هذا قال لك اتصل خلص بسيطة. لأنه في واحد هنا سمراني زي ما تقول هيك شايف حاله شوي. طيب هكي بنعطيك العلاج بسيط. المضاد موجود هسه بعد ثلاث شروع مضاد. لا لا لا. هاي الأردن. محل النياب. ايوه يا صيب صيب طبنا بين. سلامتك عمو بس هيك. سلامتك. خلص سلام.
إلها علاج عكد ما هي خطرة علاجها موجود. كم يوم كروس بالضبط؟ تقريبا ساعة ساعة ونص. ساعة ونص على نفخة إجر هالكاد ممتاز. الحي أول إشي مبردة الدنيا بقى طلعنا شو لابس سكع علينا سكع سكع اثنين مش على الصور الحي بكمية السم يعني بس القرصة تبعت يعني بنايمو الليل بالليل عايش إن شاء الله من هذا المغرب بكرة برا هاي ما عطينه الجرعه امبارح جابوا النص المضاد لا تخوفوا ما تخافش يلا تعالوا برا ايوه خلي ده نبقى هاي شايف هذا قرصته اه هيك مضروب هي هذا ضربها لا مش مضروب حتى بس هذا فين الركضة موجودة بلده موجود ما هذه موجودة في كل فلسطين امبارح جبت واحدة أصغر منها اسمع واحدة قد نصها فارخ لا هاي تبعت السنة هذيك فارخ السنة هذيك فيش نقاش فارخ السنة اللي سببك قد نصها سنة يعني سنة ونص خليها تضرب الكنية مبردة دير بالك الحي وهي لما قرص الولد مبردة اصلا مش مدخل النياب جوا كثير مجرد خدش بس اجره نفخة يعني بكفي الولد ثلاث جرعات خلاص الحي مش بالحجم بكثرة السم بس يعني قطرة سم هاي والكبيرة مش راح تفرق اشي لا نفس القطرة كمية السم لا شباب انا بعلم فيهم عندي الاولاد للمدارس بعلم فيهم عندي معرض خصوص بعلم سلاماتك سلام يونس تعال خلي دكتور الزلمه يشوفك